عسلامة، شنحويلكم؟ رجعت وجبت لكم معايا روسيت بنينة على الاخر، روسيت غوس نوازيت. ما تتكلفش برشا وبنينة برشا برشا برشا، احسن حتى من اللي تتباع في لي باتيسوري. دونك جوست تتبعوا لي زيتاب كيما هما وتتبعوا لي زانغريديون بالتفصيل. ديجا انا فسرتهم لكم لهنا لي زانغريديون الكل. باش نبدو بالجنواز، اول حاجه باش ناخذوا ابيض العظم، او باش ناخذوا نص الكونتيتي من السكر اللي هي 40 غرام. باش نبدو نركضو ابيض العظم بشوي لين يعمل كشكوشة البيضة. كيف يعمل كشكوشة البيضة باش نزيدو الانتير متاع السكر ونكمل. نزيد الفيتيس، نركض كيما تشوفوا في الفيديو، وبعد نكمل السكر الكل اللي نكمل الكونتيتي اللي عندي متاع السكر. من بعد نخلي ابيض العظم على جنب، ناخذ اصفر العظم ونحط له نص الكونتيتي الاخرى اللي هي 40 غرام سكر، ونزيد نركضهم بالبيه اللي يولي عندي ميلونج ابيض. ناخذ توا لي بودر الكل نخلطهم، النوازيت، الفارينه والنشاي. وهذا كيفاش نتحصلوا على الميلونج متاع اصفر العظم، لازم يكون هكا بالضبط. وتوا باش نزيدوا لي بودر متاعي اللي هما النوازيت والفارينه والنشاي. وديجا حطيت لكم قداش بالضبط الكونتيتي. اذا هاو جد جوده تشوفوا فيه كيفاش يعاون فيا هو اللي خلط عصير. هنا الشيف جود باقي زيدنا في الكونتيتي تاع البودر اللي باش نحطوها في الميلونج نتاع اصفر العظم. جود جود غزر لهم هاي كلهم. هالو هالو حطي لهنا نزيدو زبده تكون ذايبه وديجا بردتها، نزيدوها للميلونج نتاعنا. لهنا نخلطوا الزبده والنوازيت والعظم. هلا جود عايش اللحظه والله. بعد زدت الزبده، تو باش نزيد ابيض العظم بشوي بشوي، وباش نخلط من فوق اللوطه ما نطيحش ابيض العظم نتاعي. ماما انا اعمله. اوكي توا باش نصبوا الميلونج في بلاتو يكون الفرن على 180 درجه. بيان سور الترتيب يكون من 7 ل 10 دقائق، راهي ما فيهاش روح جمله. دونك ديما تعسوا عليها دوب ما تشوفوا حمارت شوي ديريكت تخرجوها. توا باش نحضر الكريم موسلين جون وزيت. دونك اول حاجه باش نبدا به البغاليني، خديت 120 غرام سكر وحطيت عليهم 11 غرام ماء. لازم توزنوهم الزوز وتحطهم على نار متوسطه فوق الغاز للي يولي لنا كراميل. دوب ما تشوفوا الكراميل هكاك بدا يظهر ديريكت، ماذا بيكم تاخذوا مغرفه لوح وتخلطوه كيما تشوفوا في الفيديو بالضبط للي يولي كراميل، ما يبقاش السكر ظاهر جمله. كيف تحصلت على الكراميل اللي حاجتي بيه، توا باش نزيد النوازيت تكون محمره بالبهي في الفور، وباش نزيدها بكشورها وباش نبقى نخلطها كيما تشوفوا هكا بالضبط للي النوازيت تشرب الكراميل الموجود الكل. لهنا باش نخرج النوازيت من فوق المقله وباش نحط على بابيي كويسون باش نخليها تبرد، وكيف تبرد باش نكسرها وباش نحط نرحيها للي تودلي لي بات. لهنا كسرت النوازيت وحطيتها تطرحا. هذه الكريم اللي لازمنا نتحصلوا عليها كيما هكا بالضبط. هذا هو البراليني اللي باش يعطي جو بنين على الاخر للجاتو نتاعنا. وجد جوده تبارك الله حاضر في كل مناسبه يغطس في صبعه ويذوق. توا الكريم باتيسير، انا خاطر ما عنديش كريم باتيسير دونك طيبتها باش نعطيكم الروسيت. اما انتم في تونس تشروا الكريم باتيسير، تشروا زوز بكويت وتحلوهم في 700 مليلتر ماء واربع مغارف كبار سكر. انا خاطر ما عنديش دونك طيبتها، خديت كعبتين عظم وخديت معايا ومخديت السكر، خلطتهم مع بعضهم على نار خفيفه على الاخر، خلطتهم بالبهي للي حسيت الميلونج ولا ابيض. الجاتو هذا طيبته بكل حب الحقه، خاطر بدا جد جودة معايا من الاول للاخر كيما تشوفوا فيه، كل الفارينه وكل حاله مكبوبه في البلايص الكل ونشاء الحصيل. ولهنا من بعد لخلط كعبتي العظم وخلطت معاهم السكر، توا زدتهم نشاء وباش نبقى نخلط بالبي للي زانغريديون يدخلوا الكل في بعضهم. هذه الكريم باتيسير وزدتها رشه الملح، وكيما قلت لكم اشروها حاضره راهي اسهل لكم. طيبوا الكريمه وحدكم راهي تجي اسهل. طيبوها وخلوها تبرد، غطوها بابي فيلم اليمونتير وخلوها تبرد. لهنا كيما تشوفوا
كيفاش الميلونج ولا. وانا اون ميم طون حطيت الحليب 400 مليلتر يسخن على جنب، وباش نزيد بشوي بشوي الكريمه نتاعي اللي خلطتها فيها النشا وفيها العظم. اما انا ننصحكم بالحق تاخذوا طيبوا الكريم باتيسير نتاع تونس. بعد لزت الكونتيتي نتاع الحليب زدت لاغوم دو فاني. انا حطيت لكم الروسيت نتاع الكريم اللي انا طيبتها موجوده، حطيت لكم لي زانغريديون. اما انا نصحتكم الاسهل ليكم اللي نتوما تاخذوا زوز بكويت كريم باتيسير وتطيبوها. كيما تشوفوا لهنا الكريم طابت، غطيتها بابي فيلم كويسون وباش نخليها تبرد. لي زانغريديون نتاع الكريم موسلين كلهم حاضرين، دونك حطيت البراليني، حطيت الزبده، حطيت الكريم باتيسير باش نخلطهم مع بعضهم. وبيان سور ديما ذوقوا على السكر، كاين ناقص حلاوه تزيدوا، كل واحد حر في الكونتيتي نتاع السكر اللي هو يحب يحطها. سيغول باش ندهن به الجنواز بالعين، حطيت شويه ماء شويه سكر، حطيتهم يغلو، حطيت شويه براليني نوازيت وخلطتهم مع بعضهم. دوب مغلاه هكاك اونتر 5 و 10 مينوت، سكرت عليه وباش نخليه يبرد. توا جينا للجاتو نتاعنا. خديت مول 15 سنتيمتر سور 15 سنتيمتر، خديت السيغول اللي حضرناه وباش ندهن به الطبقه نتاع الجنواز. ومن بعد ناخذ الكريم موسلين وباش نحطها فوق الطبقه نتاع الجنواز نتاعي. انا الكريم حطيت فوقها بودر دو نوازيت، انتم حرين تنجموا ما تحطوش راهو، خاطر بالحق الكريم موسلين تززي قويه برشا، فيها مطعم النوازيت ياسر ظاهر وبنينه على الاخر. هذه الجاتو نتاعي كملت صيي، باش نخليها في الفريجيدير ليله كامله. وكيف باش نخرجها؟ باش نقصها نزينها ونخليها ساعه في الفريجو. لهنا باش نوريكم نوع متاع زينة انا عملته بالسكر، كان عجبكم انتم زادة عملوه. زينت بيه انا ديجا الجاتو متاعي، دونك انا كما تشوفوا خديت لوش هذا دهنته بالزيت، زيت زيتونة وإلا زيت نورمال اللي تحبوا عليه. عملت فوقه خطوط بالمشي والجاي كما تشوفوا هكا بمغرفه لوح، وك الزيد الملوطه كلها قصيته بالمقص طيرها على الاخر الفازه. وكيف يبرد السكر هكا فوق اللوش نحوها بشويه ونتحصلوا على حاجه كيما هكا، حاجه مزيانه تنجموا تزينوا بها الجاتو نتاعكم. جوست سكر هكا، هاو سكر تحطوه فوق النار وتستنوا حتى يذوب، وبيان سور ما تخلوش يتحرك باش يجيك اللون المزيان كيما تشوفوا في الدوري كيما هكاك بالضبط. هذه أستيوس نجموا تزينوا بها لي جاتو نتاعكم، سهلة على الاخر وما فيهش حتى حاجة معناها صعيبة. هذه الجاتو نتاعي كيما قلت لكم باقي نزين فيه، حبيت نوريكم شوي الجاتو راهو قبل ما تقصوه حطوه ساعة يتكنجل باش يطوعكم في القصان. وقصوه بسكينه ماهيش نورمال، قصوه بالسكينه نتاع خبز وماذا بيكم تكون كبيره شوي، يجيكم المنظر مزيان وتجيكم القصه مزيانه على الاخر. ان شاء الله تكون عجبتكم الروسيت ونستنى لي روتور نتاعكم. حاولت نفسر باللي نجم وحاولت نعطيكم لي زاستيوس الكل، بالحق راهي بنا الدوخ. انا يعجبني جاتو نوازيت ابن حتى من جاتو البيستاش، ويبقى كل واحد حر في الجو اللي يحبه هو. هذه الروسيت، وعندكم اي كيستيون تنجموا تسالوا لي، تبعثوا لي ميساج ولا تكتبوا لي كومنتير. والحصيل وما نعرفش انتم كيفنا احنا ولا احنا في كل خبزه جاتو نعملوا عيد ميلاد الجود. الحصيل ونخليكم توا، وان شاء الله يا رب عجبتكم الروسيت، ليلتكم زينه وبوسه كبيره.